انا بني منال وقطعت دابا الاصل ديالي من ولاد عياد، ساكن في ولاد عياد وقطعت بني منال 136 160 درهم من انا بني منال. ما هاد العواشر وتحيه المغاربه كاملين وعواشركم. جاك الثمن ديال المحط؟ هي كتكون 130 درهم 140 درهم وراك عارف العواشر، والله المستعان. كنوصيو المسافرين باش يديروا الكمامه ديالهم والاحتياطات اللازمه وسفر سعيد لكل كاع المسلمين. واليوم قطعت انا في طنجه ثمن شويه زايد حساب كيران، قطعنا ب 150 درهم، ديجا كنا كنقطعوا ب 120، الثمن مناسب في هذا العيد في هذه العواشر، الثمن شويه زايد والكيران قلال. انا غادي نقادر ان شاء الله، الاجواء مزيانه، الانسان محترم القوانين ديالو، الركاب مزيانين ماشي معقم ديالهم بكمامات ديالهم، الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير في هذه الساعه، وطنجه موفره النقل المسافرين الكاملين، الحمد لله كل شيء كاين. بالنسبه للسائقين كنصحهم يعملوا الواجب ديالهم والكمامات ديالهم، وينصحوا بالنسبه الناس اللي معاهم مسافرين حتى هما يحترموا مسافه الامان ويديروا الكمامات ديالهم. كتشهد المحطه الطرقيه بطنجه حركه غير عاديه فيما يخص الاقبال على المواطنين على وسائل النقل العموميه، وبالتالي تتدخل جميع المصالح المكلفه على مستوى المحطه الطرقيه بطنجه لتنظيم هذه العمليه بما يليق بسفر المواطنين الى وجهاتهم المحدده. وفي هذا الخصوص تم عقد مجموعه سلسله من الاجتماعات واللقاءات التشاوريه والتنسيقيه بين جميع المتدخلين من مصالح النقل والمصالح ديال ومصالح الامنيه واداره المحطه الطرقيه والممثلين المهنيين الناقلين، بطبيعه الحال استعدادا لهذه الفتره اللي كتشهد واحد الاقبال كبير على وسائل النقل. بطبيعه الحال كما يعلم الجميع ان الخطوط العاديه لا تستوفي بالغرض من ناحيه العدد المطلوب من وسائل النقل، لذلك نلجا كمصلحه مكلفه بهذه العمليه لتدعيم هذه الخطوط خاصه الخطوط الطويله بمجموعه من الرخص الاستثنائيه لتلبيه الطلب المتزايد. في هذا الخصوص بطبيعه الحال قمنا بتسليم الى يومه الان والى ساعته ما مجموعه 150 رخصه استثنائيه لتدعيم هذه الخطوط، وكما يتبين من خلال اتجاهات المواطنين ان هذه الخطوط تتركز اساسا في خطوط طويله كما هو الشأن بالنسبه للراشيديه لورزازات لبني ملال اكادير ومراكش الى غيرها. بطبيعه الحال الان الى حدود هذه الساعه ونحن على ابواب عيد الاضحى المبارك تمر هذه العمليه في احسن الظروف، بطبيعه الحال الاقبال متزايد، نتمنى ان تمر هذه العمليه في احسن الظروف. فيما يخص التعريفة المطبقة فهو احترام تام للتعريفة المطبقة، إلا أنه فيما يخص الرخص الاستثنائية المسلمة من طرف مصالحنا هناك زيادة مشروعة بنسبة 20% فيما يخص هذه يعني التعريفة المطبقة حاليا على مستوى المحطة، ولكن نحن بتتبعنا لهذه العملية سواء من ناحية التنظيمية أو من ناحية التعريفة ومن ناحية توفير وسائل النقل فالعملية تمر في أحسن الظروف.